الحياة دايما ما بتمشي بنفس الرزم وبتمشي بنفس الخطوات اللي انت بتتوقعها. أثناء مسيرتك في حياتك ممكن تلاقي كثير جدا من العقبات، وبعد شوية بتبقى لك ضغط. إذا كان ضغط ممكن يكون في الدراسة، ضغط في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات العاطفية، ضغط من الأسرة، ضغط من العمل، كثير جدا من الضغوط اللي ممكن تواجه الشخص في حياته. فبتبقى إنه الضغوطات الحياة ومدى تأثيرها على صحتنا النفسية اللي بتأثر بالتأكيد على مدى إنتاجك، على مدى اتزانك في تعاملك مع معطيات الحياة المختلفة، على مدى معرفتك لنفسك، وتفاصيل كثيرة جدا مرتبطة بضغوطات الحياة وتأثيرها على الصحة النفسية. ده حيكون موضوع فقرتنا الحالية، وسعداء جدا يكون معنا دكتور ياسين القدال استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا بك، وصباح الصحة النفسية كويسة لكل الناس. صباح الخير رواء، وصباح الخير على كل مشاهديك قناة سودانية 24، وأنا سعيد أكون ضيف عليكم اليوم. أهلا ومرحبا بك دكتور. خلينا نبدأ بأنه الحياة دايما بتجيك فيها حاجات أنت ما متوقعة، ممكن تكون مستمرة بالنسبة لك بتسبب لك ضغط، أو ممكن في فترات من فترة للأخرى. الحاجة دي تأثيرها على صحتنا النفسية وبعد ذاك إنتاجنا وعطائنا وتفاصيل تانية كثيرة. والله ده موضوع مهم جدا، وأنا سعيد أنكم أنتوا طارغين يعني دائما تبادروا ببرامج التوعية النفسية عشان نعرف أثر الضغوطات على الحياة وعلى الصحة. نعرف الصحة ذاتها هي شنو. الصحة طبعا هي اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ومرات بيقولوا روحانيا. وتعريف في الصحة ذاتها، تعريف الصحة النفسية هي حالة من العافية يستطيع فيها الإنسان أن يعرف التعرف على مقدراته الذاتية، يستطيع أن يتكيف مع ضغوطات الحياة بطريقة عادية، ويستطيع أن يشعر أنه يعمل بشكل منتج ومفيد، ويستطيع أن يشعر أنه منتمي ومساهم للمجتمع المحلي. لو لاحظتي يعني لو أي اختلال في الأربعة أجزاء دي من الصحة بيكون عندنا أثر سلبي على الصحة النفسية. أيوة بالتأكيد، معناها هي عندها ارتباط مباشر وتأثير مباشر ضغوطات الحياة على الصحة النفسية. صحيح. لأنها مرتبطة بالإنتاج، مرتبطة بالاتزان، مرتبطة بكل الحاجات دي. صحيح صحيح جدا. طبعا هي ضغوطات الحياة موجودة، يعني زول بيتعامل معها مما يطلع من البيت، المواصلات، الكهرباء، العمل، الكهرباء، الموية، الرغيف، الحاجات دي كلها. كيف الإنسان يعمل توازن؟ صح. هو عدم التوازن مع التوازن في حاجتين، في القدرة على أنك تتعامل مع الضغوطات دي، وفي الوقت اللي أنت مفروض تعمل فيه تتعامل فيه مع الضغوطات دي. يعني تلقى في زول قادر يعمل الحاجات دي لكن ما عنده زمن، أو في زول عنده زمن لكن ما قادر يعمل الحاجات دي نتيجة لأشياء كثيرة جدا. فالضغوطات دي قد تأثر إذا استمرت، يعني زي زول خطيت له شوال دقيق في ظهره وخليته حايم بيه اليوم كله، بعد شويه ظهره حيوجعه طبعا. فده الضغط، يعني الضغوطات لما تكون انت شايله وحايم بيها ما تنزلها من كتفك ديه، ما تفرغها حتقوم هي تأثر عليك، تعمل لك مضاعفات كثيره جدا ان شاء الله نذكرها بالتفصيل. في جمله بقت مرتبطه دائما عند كل شخص بقوله، يعني صغير كبير كل الناس بقت بتقولك والله يا أخي أنا مضغوط نفسيا. يعني صحيح، هل الضغط النفسي ده هو يعني أكيد عنده تعريف علمي، لكن هل أي ضغط بلقاني في الحياة خلاص مباشرة أنا حكون مضغوط نفسيا، ولا هي دي جملة فضفاضة جواها في تفاصيل ومعايير طبية؟ لا، هي دي تعبير صحيح. طبعا الضغوطات موجودة، بالإنجليزي سماها ستريس، بالعربي هم بيقولوا ضغوطات نفسية أو ضغوطات. فدي موجودة وحاجة طبيعية جدا. تبقى قصة التعامل معها، هل أنت بتتعامل معها بطريقة إيجابية؟ هل أنت بتنظم وقتك؟ هل أنت يعني منظورك لها منظور إيجابي ولا منظور سلبي؟ يعني في النوع اللي بيقول لك والله يا أخي الدنيا دي الواحد هسه الظروف صعبة والمواصلات صعبة، وعندي مشكلة البيت، وعندي مشكلة المواصلات، وعندي مشكلة الكهرباء والسباك، فتلقى بضخم في تصوروا أنه حياته كلها مشاكل. في حين شخص ثاني الطبيرة احنا بنحبذ الانسان يستعمل كلمه تحديات. أيوة. ولا مش مشكله يقول والله انا عندي تحديات كده وكده وكده، هو اعمل كده واعمل كده ممكن انجز 60-70% يكون مرتاح نفسيا. أيوة. لكن الزول اللي بيتخيل انا كلها مشاكل
بيكون حياته كلها، حتى لو انجزها تلقاها والله المشاغل أيوة. لسه معي أيوة. لانه ثاني يوم نفس الضغوطات موجوده، حتكون موجوده. ده معناه انه هي ذاتها فكره الضغوطات دي بتختلف من شخص لاخر. يعني في شخص بيقدر يتعامل مع الضغوط بالنسبه له الحاجه البسيطه دي مع ضغط ممكن يتجاوزها، لكن في شخص ثاني حاجه بسيطه جدا بالنسبه له دي حاجه كبيره وما قادر يتعدى. صحيح. هي تعتمد دائما على شخصيه الانسان. في ناس شخصيات الضغوطات تقويون، يعني كل ما يندحك كل ما شخصيته بقت قويه وبيتحمل اكثر، يتعلم مهاره جديده. في ناس الضغوطات تكسرون ينكسر وينهار ويقول انا ما قادر وانا ما كده وانا ما كده. فتعتمد على شخصيه الانسان وتعتمد على التربيه بتاعه الانسان. لو شاف امه وابوه متوترين غلغين دائما شفقانين دائما خايفين، هو ذاته يكبر يبقى زيهم. التغليد له اثر كبير جدا. فالعامل التربوي والعامل الوراثي برضو له أهمية كبيرة جدا. أنت ذكرت إنه إذا مثلا شخص في المنزل بشوف دائما أمه وأبوه متوترين قلقانين من أي حاجة ممكن تحصل، أي تحدي، خلينا طوالي نتبنى الكلمة الجديدة، أي تحدي يلقاهم، فبيبقوا كده هو بالتالي بتشبع بنفس القيمة اللي هو القلق والتوتر. صحيح. علاقة القلق والتوتر بالتأكيد هي مرتبطة بالضغط النفسي، لكن ارتباطها بيظهر بأي شكل. يعني شخص يكون طوالي قلقان طوالي متوتر من أي ضغط نفسي ممكن يلقاه. صحيح. ده سؤال مهم جدا رواي، يعني خلينا لازم نتكلم عن أعراض التوتر والقلق هي ذات شمو. فأعراض التوتر والقلق بتظهر في أعراض نفسية وفي أعراض جسدية. أغلب الناس بيلاحظوا الأعراض الجسدية. مثلا تلقى الإنسان عنده صداع مستمر، تلقى الإنسان بيجي إنسان عصبي، تلقى مثلا دائما عرقان، دائما مرهق ما عنده طاقة، تلقاه مثلا ما عنده شهية للأكل، تلقى يأكل سريع على السريع كده وماشي، ما بنوم كويس، تلقى دائما يلجأ إلى السجائر والتنباك والحاجات دي المنبهات دي عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا كده. وأسوأ شيء يلجأ إلى المخدرات والكحول. تلقى الإنسان ده عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول ولا كده. وأسوأ شيء تلقى الإنسان ده عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول ولا كده. وأسوأ شيء تلقى الإنسان ده عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول تلقى الإنسان ولا كده. وأسوأ شيء ده عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول تلقى الإنسان ولا كده. وأسوأ شيء ده عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول تلقى الإنسان ده عشان يقول لك ولا كده. وأسوأ شيء عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول تلقى الانسان ده عشان يقول لك ولا كده. واسوء شيء عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول تلقى الانسان ده عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا كده. واسوء شيء للمخدرات والكحول تلقى الانسان ده عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا كده. واسوء شيء للمخدرات والكحول تلقى الانسان ده عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول ولا كده. واسوء شيء تلقى الانسان ده عشان يقول لك عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول ولا كده. واسوء شيء تلقى الانسان عايز ريلاكس ده عشان يقول لك المخدرات والكحول ولا كده. واسوء شيء تلقى الانسان عايز ريلاكس ده عشان يقول لك المخدرات والكحول ولا كده. واسوء شيء تلقى الانسان عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول ده عشان يقول لك ولا كده. واسوء شيء تلقى الانسان عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول ده عشان يقول لك ولا كده. واسوء شيء تلقى الانسان عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول ولا كده. واسوء شيء ده عشان يقول لك تلقى الانسان عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول ولا كده. واسوء شيء ده عشان يقول لك تلقى الانسان عايز ريلاكس ولا المخدرات والكحول اللي فقد عزيز عليك، ما تلاقي زول، ما تلاقي كده، تلقى زول متوتر وخايف ومبنوم وكده. وفي توتر عام اللي احنا ذكرنا اعراضه قبل شويه دي. وفي توتر انه بيجي نتيجه لامراض عضويه، مثلا المراه يكون عندها الغده الدرقيه نشطه اكثر من اللازم. الغده الدرقيه لما تكون نشطه بتعمل ضربات سريعه في القلب، يعرق. الزول ما بيعرف انه عنده الغده، بيقول انا متوتر مالي خايف مالي قلبي بيضرب سريع كده ليه. فدي كلها من انواع المترادفات بنستعملها، بالاضافه للخوف، وجود الخوف
في كل الـ يعني الانسان المتوتر ده يا خايف من حاجة حصلت في الماضي، يا خايف من حاجة حسة موجودة، يا خايف من المستقبل، يا خايف من المجهول من المستقبل، أو خايف مثلا من الحيوانات، تلقى واحد خاف من العقرب، من الكديسة، من الكلب، من الأشياء زي دي. بالإضافة عندنا نوع من التوتر موجود في الناس هو الوسواس القهري، تلقى الزول عنده أفكار سلبية بيجيه غصبا عنه، الآن حيموت، أنا حاسقط، ما صليت كويس، أنا ما كده، أو توتر وسواس قهري في شكلي، في شكل سلوكيات، مثلا لازم يتوضى 6-7 مرات، لازم لو طلع بالشارع ده لازم يجي راجع بشارع تاني، حاجات زي دي كده، تلقى دائما متوتر لأنه عنده الوسواس القهري اللي هو جزء من التوتر والقلق اللي احنا بنسميه بالإنجليزي anxiety disorders. الدكتور ياسين، يعني للأسف نحن ممكن شوية حاسة بدأ يظهر بوادر وعي، لكن الناس بتخاف من فكرة الطبيب النفسي باعتبار أنه الوصمة الاجتماعية الموجودة للشخص اللي بيمشي للطبيب النفسي يصنف بأنه هو مجنون ولا هو شخص مريض نفسي أو غيره، المجتمع ما بتقبله. لكن بالنسبة للمجتمع ما يودي الطبيب النفسي، لكن مباشرة يوديه للشيوخ. صح، صحيح. والله دي مشكلة كبيرة جدا، دي عشان كده نحن يعني نستفيد من برامجكم دي عشان نوعي الناس انه المرض النفسي ده مرض عادي ويمكن علاجه وما عنده علاقة بالجنون. أيوة. والإنسان ده ما مجنون ولا 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 مخبول ولا 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 كده، لكن الوصمة الاجتماعية هي التمييز السلبي ضد المرض النفسي والشعور بالعار، أنه كأنه عار. أيوة. يعني أنا أضرب لك مثل، أنا يعني جاتني مريضة متعلمة وظيفتها كبيرة جدا وجاء مرض نفسي اللي هو بسموه اضطراب وجداني صناعي الغد باي بولر ديسورد اللي بيقول عليه بالانجليزي، ولما تاخذ الدواء بتكون عادي جدا. فالبيت دي بيت جميله وكده، وجاء خطيب ومتعلم وكده وخطبه وبتاع، هي لانها متعلمه قامت صارحته قالت لي والله انا كده 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 وباخذ علاج. بعد شهر فرتك، بعد شهر فرتك، ثاني خطبه واحد ثاني نفس الموضوع برضه، بعد شهر شهرين كده فرتك. فحس جاء واحد ثاني بتزعلني هل اكلمه ولا ما اكلمه. مشكلة لو ما تكلمت ما بني على باطل هو باطل يعني. فدي مشكلة يعني. أيوة، دي مشكلة حقيقة كبيرة جدا. شكلنا محتاجين لوعي. مشكلة في المجتمع. أيوة. محتاجين لوعي. كده احنا دايرين عاوزين ناس يعني في الإعلام، في شخصيات عامة يطلعوا ويقولوا والله أنا جاني اكتئاب وتعالجته والاكتئاب ده عادي جدا وأنا زول كويس، أنا سياسي، أنا فنان، أنا لاعب كورة، أنا شخصيات مؤثرة تقدر تغير في مفهوم المجتمع. يمكن يا دكتور ياسين، يعني أنا عندي عدد من المحاور حتى الآن ما تطرقت لها، لكن للأسف قالوا لي إنه الزمن انتهى. يمكن الموضوع كبير شديد صراحة، وإحنا في ظروف حالية بتضطرنا نتكلم على الموضوع ده، لأنه ما أعتقد في شخص ما ممكن يمر بالضغوط النفسية. صحيح. فبتبقى فكرة كيف تقدر تتعامل معه وتلحق نفسك إنت ذاتك بعد شوية عشان ما تبقى حاجة مزمنة يعني. صحيح. لو في حاجة لاحظين إحنا ممكن الناس تداركها ونزيد مستوى الوعي بتاع المجتمع. يا أخي إنت زي ما بيجيك ضغط بيجيك سكري، ممكن يجيك مرض نفسي وتتعالج وتبقى شخص صحيح يعني. فأنا شكرا لك جدا، ونستسمحك إن شاء الله تكون في حلقات جاية عشان نواصل بقية الملف. جدا إن شاء الله. إن شاء الله.